البدايات ديالي في الانتاج، انا منتجه. البدايات ديالي هذا العام، هذا 2020، السنه الزوينه الغزاله 2020. بديت في جانفي باش خديت لوتوريزاسيون ديال الانتاج، وبديت كممثله نقولوا 12 عام وانا في الدومين. ملي كانت عندي 18 عام باش دخلت للدومين، بديت صغيره بزاف، يعني بادوار صغيره بزاف، فيغوراسيون ادوار صغيره، حتى ديرنييرمون وليت خدمت اعمال تلفزيه وطرقت الاخراج والانتاج، وفضلت ندخل المجال من بابه الواسع. قريت الانتاج وقريت لا رياليزاسيون، يعني الاخراج، ومازال ان شاء الله غادي نواصل. يعني هذا مجال ما كتحبش، ما كتقراش غير مره وتحبس، مي كتواصل لا فورماسيون ديالك باش كنبدعوا نعطيو اشياء احسن ان شاء الله. خرجت كتلقى راسها في البلاطو ديال السينما، يعني جربت مجالات عديده، يعني الصحه، التعليم، جربت شركات، درت خدمت مزيان، ولقيت راحتي غير في مجال السينما. يعني مجال اللي نقوله هو جبدني، هو جابني عنده. يعني هربت عليه واحد الوقت، يعني درت عائله، درت وليدات، ورجعت عاوتاني للمجال بلا ما نشعر. لقيت راسي في مجال وسط الناس، احباب، اصحاب اللي عطاوني افكار وخلوني نستثمر في هذا المجال. هذا باقي ما تمش العرض ديالو، مع الاسف طحنا في هذه السنه الكارثيه، ازمه كورونا. يعني كان عندنا الزهر، لان سالينا التورناج ديالنا سيمانه قبل من الكونفينمون. استغلينا الكونفينمون في المونتاج، يعني بدعنا في المونتاج وهذا. ودابا اللي بقى لينا هو الخروج للمهرجانات الدوليه. يعني ملي كنقولوا الخروج للمهرجانات الدوليه، ملي كنديروا ثلاثه ديال الافلام قصيره باش كناخذوا بهم لاكريمون عند سي سي ام، وميم طون كنمشيو كنعرفوا بالبلاد ديالنا، بالاعمال ديالنا، وبالكفاءات اللي عندنا في البلاد، في الدول العالم، يعني اوروبا، جميع القارات. و كما كنقولوا كنبيعوا ليماج ديال لو ماروك، الكفاءات اللي عندنا في المغرب. كنجيبوا منتجين باش يستثمروا هنايا في المغرب ويصوروا، يعني هذا هو الهدف ديالنا حنا. كان قرار صعيب، وكانت مغامره، يعني من طرف ديالي كانت مغامره انني نستثمر في هذا المجال هذا. يعني كما كنقولوا درتها ربحه ولا ذبحه، يعني قلت غادي نستثمر، مجال كيعجبني، مجال اللي كنلقى فيه راحتي، غادي نستثمر وغادي نشوف شنو غيعطيني. ماشي مشكل، كاينين صعوبات كما كاينين في اي مجال، يعني حتى شي مجال ما خلى من الصعوبات. ومع الوقت كندربوا وكنعرفوا بان الصعوبات كاينين على طول الطريق، وخاص كل مره كتعلم تتجاوز هاد الصعوبات هذه باش تبين داكشي اللي بغيتي تبين. هذا يعني ضروري من الصعوبات، حنا قادين عليها. يعني الصعوبات حنا قادين عليها، هي كتسمى اداره الانتاج. يعني كتجري باش كتخرج واحد العمل فني، عندك الاختيار، يعني كتختار مواضيع، كتختار ممثلين، كتختار كيفاش الفيلم غادي يخرج، فين غادي يخرج، شكون اللي غايشوفو، واش غايجيب فلوس ولا ما غايجيبهاش. يعني هو كيتسمى مجال استثمار بحال جميع المجالات. مع الاسف وهادشي هو اللي بغيت نتكلم عليه. يعني انا شخصيا قدمت مجهود جبار، يعني جبت ناس اجنبيين قبل ما نستثمر، جبت جوج ديال الاعمال، جوج ديال الافلام اللي غادي يتصوروا في المغرب. مالوغوزمون مع الازمه، يعني هادشي كيبقى حتى من بعد، يعني كانت الاعمال تغوبورتات. خدمت تقنيات مهنيه اللي هي دوليه، جبت ناس اجانب اللي عطاونا دي تكنيك جداد في هذا المجال هذا. خدمنا الحمد لله اعمال زوينه، شهاده ديال الاصدقاء ديالنا والمحرفيين ديال المجال، وان شاء الله مازال غادي نعرضوهم، مازال غنديروا افلام احسن. هو المشكل فين كاين؟ في الدعم. يعني شكون غيدعمنا حنا الشباب؟ يعني انا بديت دابا منتجه، يعني حطيت اللي عندي،
يعني جبت من جيبي واستثمرت وقلت انا بهاد الفلوس هادو غادي نجيب اعمال وغادي نساهم في تطوير هذا المجال. يعني هو الفكره ما كانش غير انتاج سينمائي ولكن اوسي انتاج الممثلين. يعني درنا واحد دورات ديال تكوين ممثلين اللي كنجيب فيها ايطاليين متخصصين في لا في التمثيل ولا في كتابه السيناريو باش كيزيدوا لو سافوار فير ديالهم يستافدوا منه المغاربه. لان الهدف ديالنا شنو هو؟ الهدف ديالنا هو ان الفيلم المغربي يوصل للعالميه. يعني ملي انتج انا فيلم مغربي ماشي غير يشوفوا غير مغربي، يشوفوا جميع الدول يكون مفهوم. وهذا الشيء سهل، يعني فيلم اللي كيحترم المعايير الدوليه يقدر يتعرض في اي بلاد في العالم. و اي دو سا كتقدر تجيب هذاك الفلوس ديال الدعم ولا اللي كتستثمر كتجيب لك فلوس اخرين. الا ما جابش لك فلوس اخرين كتجيب لك ناس جداد، كتطلع لك شباب ممثلين تقنيين منتجين جداد. ومع الاسف كما كنشوفوا في كل دوره ديال توزيع ديال الدعم، ما غاديش نشكك انا في المصداقيه ديال اللجنه، لان اللجنه كتكون مكونه من اعضاء من وزاره الماليه، وزاره الاتصال، وزاره الثقافه، ومن سي سي ام. يعني الناس اللي كيكونوا مستقلين كيشوفوا الملفات المعروضه وكيعطيو لكل واحد داكشي اللي يطلب. نورمالمون كاين قوانين، يعني كتاخذ ثلث ولا ثلثين في البيدجي ديال الفيلم. ولكن كنشوفوا اسماء بارزه دائما كتاخذ الدعم. اوكي ماشي مشكل، ولكن فينا حق الشباب؟ هاد الشباب اللي عاد باغين يبداو بحالي انا بحال بزاف ديال اخرين اللي كينتجوا افلام قصيره باش يبينوا المهارات ديالهم، ومن الفيلم القصير كنبغيو نديروا فيلم مطول. يعني الفكره ديال هذا الفيلم ما كتحتصرش غير على فيلم قصير، يعني كنا كنقلبوا باننا نطوروه ونديروا فيلم طويل، وممكن فيلم طويل يجيب لك مسلسل. يعني هي طريق، كتشق الطريق ديالك. ما استفدناش هاد السنه، لانني يعني كان احباط بالنسبه ليا. هذا هو السؤال اللي شكل لكم هذا الشيء، شكل لي احباط كبير، لانني طحت في سنه صعيبه. نقولوا من زهري بدايه الله اعلم، ولكن طحت في سنه صعيبه اللي استثمرت فيها مالي الخاص، درت فيها عمل جدي، يعني عمل جبار وجدي، وكنقول يعني كنت كنتسنى تشجيع. يعني ما خدمتش هاد العام هذا، لي كونطرا ديالي اللي سينيت اللي كنت غنخدم بهم تعطلوا. يعني كنت كنتسنى واحد التشجيع من 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 الدعم. مع الاسف ما توصلنا بوالو، ما عرفناش علاش. وملي كتمشي تقلب مع من غتهضر مع من غندوي، ما كاينش حتى شي واحد اللي كيمثل لجنه بانك تمشي تهضر معاه. ما كيعطيوناش استفسارات علاش الدوسي ديالي ما تخاتش بعين الاعتبار، علاش ما خديناش هاد التشجيع. ما غيعطيونيش الفلوس اللي خسرت انا في ثلاثه ديال الافلام، غيعطيوني بتاتخ في القانون كيقول لك غير الثلث ما بعد الانتاج، ولكن غير هذاك الثلث راه كيتسمى تشجيع باش حتى انا تابعني خدمه اخرى، تابعني اني الافلام ديالي خاصني نديهم للمهرجانات الدوليه، تابعني انني خاصني نقلب على المبدعين دي سيناريست اللي كتجيبهم وكتناقش معاهم افكار ديال الافلام اللي بغيتي تنتج من بعد. يعني كلشي هذاك الشيء استثمار، يعني حاجه كتجيب حاجه. ما يمكنش ليا انا بوحدي نبقى كندير كلشي راسي ومن جيبي. هذه من جهه. كاينه حاجه اخرى، لان يعني نورمالمون كاينين ثلاثه ديال الدورات في السنه. سنه 2020 عرفات الدوره الاولى اللي هي جانبي، وعرفات الدوره ديال ماي اللي دازت في شهر 9 اللي خرجوا النتائج ديالها في شهر 12، يعني ناقصه دوره. نورمالمون حنايا ملي حسبنا حساباتنا وقلنا غنحطوا بتات غادي ناخذوا واحد الحاجه باش او موا كتحيد عليك لي شارج، عندك ان بيرو، عندك ناس كيخدموا، عندي ناس كيتسالوني، ناس تصرفوا معايا، كتحيد عليك دي شارج كومسا. قلنا كومام غيعطيونا شي حاجه، ملي مفاجاه ما خدينا والو. راه سي حرام، زعما فريمون حرام. ما كانش واحد اجتماع، ما كانش واحد يعني
كنعرفوش هاد اللجنه ما عرفوناش ما عطاوناش فرصه كاينش حوار ما كانش حوار ما عطاوناش فرصه باش ندافع على البروجي ديالي ولا نقول فوالا شنو انا باغا ندير واش نستاهل الدعم ولا ما نستاهلوش يعني انا جايبه شنو النواقص شنو هي المعايير اللي كيتخادوا بها الافلام اللي كتعطاهم الدعم بغينا نعرفوا هاد المعايير ساخت كنرجعوا للسيت ديال سي سي ام كنلقاو داكشي اللي مكتوب كيفرحنا يعني تشجيع الشباب تشجيع حريه التعبير تشجيع لا كوبرودكسيون يعني كتجيب ناس اجانب كيستثمروا في المغرب هادشي كلشي درناه حنايا ولكن علاش ما استفدناش من هذا الدعم ما توصلتش حتى بشي رساله الكترونيه اللي كتشرح ليا علاش يعني صافي حطيتي ما خديتيش صافي يعني سيري بكي بنتي وجلسي وسكتي ودير حاجه اخرى نو انا استثمرت في هذا المجال وبغيت نبقى في هذا المجال وصعوبات ما كتخلينيش يعني انا كامرأة مغربيه قويه اختاريت مجال اللي هو صعيب من حقي ومن حق اي واحد يعني بغيت ننجح فيه ما كنعرفش الفشل بغيت ننجح ولكن ضروري من الدعم الدعم ولا بد الرساله ديالي هي اعاده النظر في طريقه توزيع الدعم السينمائي سيغت كاينين الناس اللي معروفين بوتيتغ كيسيون ديال الثقه كيعرفوهم ولكن انا عاد بديت واش انا خاصني نبقى 10 سنين باش عاد يعرفوني حتى يعرفني كلشي عاد نقدر نستافد من الدعم لا انا العمل ديالي العمل ديالي يعني كيعرف بيا واخا ما مشيش انا العمل ديالي كيعرف بيا يعني من حقي نستافد من هذا الدعم هذا الناس اللي خداو اوكي دعمتهم الدوله وداروا اعمال ولكن اشنو ربحنا من هاد الاعمال ديالهم كاينين افلام اللي ما كنشوفوهمش ما عمرنا ما شفناهم لا في السينما ولا في التلفازه كاين باغ اكزومبل 20 فيلم كيتنتج في العام واحد ولا جوج هو اللي كيلقى واحد مشاهده وهذا وكيدخل مداخل السينما بزاف الحوايج يعني اعمال اخرى كتسمى فلوس ضيعه نورمالمون كنستثمروا واحد الفلوس كنبغيوها تخدم وتروج وتجيب عاوتاني حاجه اخرى باش كلشي يستافد كما قلت طالوغ وهذا هو الطلب ديالي بان يتم اعاده النظر في التوزيع ديال الدعم السينمائي ونلتفتوا للشباب لان حنا محتاجين بلادنا تدعمنا لاننا الا ما دعمتناش بلادنا راه ما كاينش اللي غيوقف معنا بغينا نخدمو بغينا نهزو البلاد وبغينا المجال هذا سورتو هذا المجال خاصو يتطور ديجا اساتذه كبار خدموا عليه وطوروه وحنا بغينا نكملوا المسيره ديالهم ونجيبوا الجديد وان شاء الله نخرجوا للعالميه بوجهنا احمر ونديروا اعمال يعترف بها العالم كامل ونجو ممثلين اللي يمثلوا في العالميه ان شاء الله.